من اللي احنا فيها. بيقولوا المسند يا سيدني، المسند. مسند؟ مسند ايه؟ الناس كلتها خايفة مرعوبة من اخبار اللي شاف من مصر. اخبار ايه؟ بيقولوا ان فيه نجم له ديل كبير هيظهر في السماء بعد كام يوم، وفي نص الليل هيلمس الارض يحرقها باللي عليه. هذا غضب من الله، هذا غضب من الله. ما دام حصلت ان الافنديه يقرأ القران يتكلموا فرنساوي وبعدين يرتلوا كلام الله، يبقى ليه ربنا ما ينزلش غضب وسخطه علينا؟ الناس كفرت. ايها الناس، هذه العاطفة ليس لها من دون الله كاشفة. اطلب لنا الرحمة يا سيدنا. انتم لا تستحقون الرحمة. حرام عليك يا سيدنا. ايها الناس، أسفة العاطفة ليس لها من دون الله كاشفة. أسفة العاطفة. حلمت شمه. ربنا يستر يا ابني. الناس مرعوبين وعايشين في هلع وخوف. أرجو أن يطمئن الجميع، فهذه الكارثة لن تقع إن شاء الله. الله يبشرك بالخير يا مولاي. بنيت اعتقادك ده على إيه يا فضيلة القاضي؟ المسألة وما فيها أن هذه الكارثة مخالفة لما عرف من أشراط الساعة. كلامك في محله يا فضيلة القاضي. ما كان للأرض أن تفنى قبل أن تظهر الدابة والنار والدجال، وقبل أن يهبط المسيح على الأرض فيملأها عدلا بعد أن ملئت جورا. سيدي القاضي، لما لا تكون هذه الكارثة نفسها من أشراط الساعة؟ وليه ما تكونش إنذار لأهل الأرض؟ يعني شهاب يصيب الأرض ببعض الخراب والدمار زي الزلازل والبراكين، لكن ما يقضيش عليها نهائي علشان الناس يتعظوا ويرجعوا عن الضلال والشر. أغلب الظن كما يقول الشيخ حسين، لأن الناس بالفعل ضلوا وبعدت كثيرا عن الإسلام الصحيح. وهل من الإسلام أن المفتش يقرأ القرآن؟ مهما يكن من الأمر فأنا أرى أن يخرج الرجال إلى الجامع والساحات والمزارع وأن يقيموا الصلاة. سيدنا بتاع الكتاب بيقول خلاص الدنيا هتضطرب. وده ماله؟ ده عايز جنازة ويشبع فيها رب. أنا شخصيا ميال لرأي الشيخ علي إنها هتضطرب. يا راجل بشر ولا تنفر. يلا بينا يا جماعة الجامع. هتضطرب ويجي عليها سافلها. إن شاء الله مش هيحصل حاجة. بذمتك يا حضرة المفتش، مش من أشراط الساعة أن الغلمان يعتلون منابر المساجد ويلقون خطبة الجمعة لمجرد أنهم من طلبة الأزهر؟ المحددة لظهور المذنب
مضت بقالها ساعتين وما حصلش حاجة. الحمد لله فضلت القاضي. إن شاء الله مش هيحصل حاجة. ربنا لم يأخذنا بذنوب غيرنا. فرجه قريب. قريب إن شاء الله. سبق وقلت لكم.